بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة 11 واللي راح تتناول المشين باور. الفرق الإنشائية أو الشركات الإنشائية تسعى من خلال اختيار الآلية لغرض توزيع ومعالجة المواد الإنشائية بطريقة اقتصادية، لذلك عملية اتخاذ القرار تهدف إلى الوصول إلى أفضل خيار من الآليات الإنشائية التي تحقق المهام ضمن المشروع الإنشائي، مع الأخذ بنظر الاعتبار القدرات والإمكانيات الخاصة بالآلية. المشين باور أي قدرة المعدات الإنشائية تقسم إلى قسمين. الأول هو الرولينج ريزيستنس، أي تحريك المشين على مسار العمل أي على الطريق، والثاني هو الجريد ريزيستنس، مقاومة المناسيب صعودا أو نزولا، وهذه هي الغاية من عدها، عملية نقل المعدة من مكان إلى آخر. مصنعي المعدات الإنشائية يوفرون مخططات تسمى الـ Performance Chart، اللي هي مخططات الأداء واللي تعمل على تحليل قدرات المعدات وفقا لظروف الموقع وظروف العمل. هذا مثال على مخططات الأداء لبعض الآليات حسب الشركات. شوف هنا موجود السبيد وموجود الجروس ويت وينطينا التوتال ريزيستنس. في المشاريع الإنشائية العملاقة أو تسمى المشاريع الثقيلة، فإن جزء كبير من العمل يتعلق بنقل ومعالجة المواد، لذلك فإن الشركات الإنشائية من المهم جدا أن تختار المعدة المناسبة لتنجز العملية بطريقة اقتصادية. أهم ما يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في احتساب نوعية الآليات هو الخصائص المتعلقة بالمواد التي تتم نقلها أو معالجتها والقدرات الميكانيكية للمعدات. وكما مر علينا سابقا، فإن أهم الاعتبارات التي تتعلق بالمواد وكلفة العمل والتعامل معها هو الـ Total Quantity أي الكمية الكلية والـ Size of Individual Pieces الحجم الخاص بوحدات تلك المادة. ولغرض قياس السعات والقابليات الخاصة بالتعامل مع المواد وخصوصا التربة، فإن هناك ثلاث أنواع من القياسات تؤخذ بنظر الاعتبار، هي اللوز كيوبيك يارد أي الحجم التربة المفككة، والبانك كيوبيك يارد حجم التربة في موقعها الأصلي، والكومباكتد كيوبيك يارد حجم التربة بعد المعالجة والرص. توجد طريقتين لقياس حجوم قابليات المعدات الإنشائية، هما الستراك والهيبت كاباسيتي. الستراك كاباسيتي مثل ما موضح أمامنا هي الحجم الأصلي للمشين بادي، أما الهيبت كاباسيتي فهي زيادة فوق الحجم الأصلي بما يمثل سلوب 2 أفقي 1 عمودي من المادة التي يتم التعامل معها. وهذا حقيقة هو سبب دراستنا لخصائص التربة، بحيث أنه نحن نحتاج اللوز كيوبيك يارد أي حجم التربة المفكك لقياس كميات المواد التي سيتم نقلها، وهو ما تطرقنا له في المحاضرات السابقة. طبعا لا يكفي فقط ذكر الحجم، وإنما وزن المادة المنقولة أيضا مهم جدا، لأن الهيكل الخاص بالمعدة الإنشائية له قابلية تحمل حسب الجهة المصممة له، وعليه فإن حجم المادة ووزنها هما المحددان الرئيسيان. عادة ما يطلب من مشغلي الآليات زيادة السرعة في العمل، والسبب وراء ذلك أن السرعة هي تحكم لنا اللايف سايكل تايم، يعني دورة عملية النقل والتفريغ وإعادة النقل، والسايكل تايم هي تعكس لنا الإنتاجية، تؤثر على الإنتاجية، والإنتاجية تحول إلى كلفة، فكلما زادت الإنتاجية لنفس الآلية قلت الكلفة النهائية. ومن هنا يجب أن نعلم بأن الآلية الإنشائية لها قدرة معينة، ولكن هذه القدرة تقسم إلى ثلاث أقسام: القدرة المطلوبة لإنجاز العمل، والقدرة المتوفرة فعلاً، والقدرة المستخدمة فعلا. وكمحصلة نهائية، فإن قدرة المعدات الإنشائية تتلخص في عملية
تحريك المعدة الإنشائية ومقاومة المناسيب أو الميول المختلفة، وتقاس إما بوحدات الباون لكل طن أو بنسبة مئوية من الإفكتيف جريد. وكما ذكرنا سابقا فإن قدرة المشين تتوزع على قسمين، الرولينج ريزيستنس والجريد ريزيستنس، ومجموعهما يمثل التوتال ريزيستنس أي قدرة المشين على الحركة والانتقال. وكما في المعادلة الظاهرة أمامكم فإن التوتال ريزيستنس TR تساوي رولينج ريزيستنس بلس جريد ريزيستنس. هذا مثال على آلية تتحرك على طريق مستوي بدون جريد ريزيستنس، فقط رولينج ريزيستنس. هذا مثال على آلية تتحرك مقاومة الجزئين الرولينج ريزيستنس والجريد ريزيستنس بسبب وجود ميل في الطريق. وكتعريف مختصر للرولينج ريزيستنس هي القوة مقاسة بالباون لكل طن من وزن الآلية والمطلوبة لتدوير عجلات تلك الآلية على سطح الانتقال والذي هو الطريق. لا تذهب جميع قدرات الآلية في عملية الرولينج ريزيستنس إلى الحركة، وإنما قسم منها يذهب إلى عملية الاختراق ما بين الإطارات وسطح الانتقال إذا كانت التربة الطينية، وإلى الانترنال جير فريكشن وهو الاحتكاك الذي يحدث في المسننات في ناقل ومغير السرعة، والتاير فليكسينج مرورة الإطارات. كل هذه تشتت جزء من الرولينج ريزيستنس. السبب وراء دراسة الجريد ريزيستنس هو أنه من النادر أن نجد طريق مستوي بمنسوب ليفل زيرو، وإنما دائما هناك فروقات بالمناسيب وعليه يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار الجريد ريزيستنس. ولو تحركت الآلية على سطح عديم الاحتكاك صعودا فإنه الجريد ريزيستنس هي القوة المعادلة لانتقال الآلية أو حركتها باتجاه الأعلى. يقاس المنسوب أو الجريد بقسمة الصعود العمودي الرايز على المسار الأفقي الهوريزنتال كنسبة مئوية. فلو كان الصعود بمقدار 5 أقدام والمسار الأفقي 100 فإن الجريد يمثل 5 مقسومة على 100 مضروبة في 100 والنتيجة 5% مقدار الجريد. تأثير اتجاه الميل يكون موجب أي بزيادة القطرة المطلوبة لحركة المعدة الإنشائية إذا كان صعودا، ويكون سالب إذا كان الاتجاه الميل باتجاه الانخفاض أي تقليل القدرة المطلوبة لحركة المعدة الإنشائية. وبشكل عام فإنه للميول التي تقل عن 10% فإن القدرة المطلوبة لحركة المشين لمقاومة الجريد أو الجريد ريزيستنس هي 20 باون لكل طن من وزن المعدة الإنشائية لكل درجة من الجريد. في هذا الرسم التوضيحي عملية تحليل لوزن المركبة باتجاه مركبتين هما الN والF عمودية على السطح وموازية للسطح، وبأخذ نظر الاعتبار في الزوايا الصغيرة فإنه ساين الزاوية يساوي ظل الزاوية، لأن الفرق ما بين الوتر والضلع المجاور يكون قليل جدا، فبالإمكان تحويل المركبة باستبدال الساين بالتان، وبالنتيجة نحصل على أن القوة تعادل W مضروبة في الجريد بالمية، ونأخذ بنظر اعتبار أن W الوزن هو 2000 باون لكل طن تقريبا، لذلك سيتم الوصول إلى النتيجة النهائية أن الAF تساوي 20 باون مضروبة في الجريد بالمية. هذا الجدول يبين بشكل عام مقدار الجريد ريزيستنس لكل درجة من السلوب. وبالإمكان تحويل المعادلة رقم 4 التي مرت علينا سابقا والاستنتاج بأن الجريد ريزيستنس تساوي 20 باون لكل طن مضروبة في النسبة المئوية للجريد. في هذا المثال المبسط آلية وزنها 23 طن والجريد مقداره 4% تتحرك باتجاه الأعلى، إذن موجب فالجريد ريزيستنس بشكل سريع هي نضرب 20 في وزن المركبة 23 طن في 4 وراح يكون عندنا 1840 باون مقدار الجريد ريزيستنس. الآن ماذا يحصل لو كان السلوب باتجاه النزول؟
هنا تسمى Grid Assistance لأنه الإشارة راح تكون سالبة أي تطرح من Total Resistance. في هذا المثال آلية وزنها 12 طن والجريد 4% لكنه نزول، نلاحظ أنه الجريد تسمى هنا Assistance. ليش؟ لأنه 20 راح نضربها في 12 وزن المركبة في minus 4 اللي هو الجريد راح تكون ناقص 960 سالبة، وبالنتيجة سوف تطرح من التوتال ريزيستنس. وبصورة عامة فإن التوتال ريزيستنس تساوي إما حاصل جمع الرولينج ريزيستنس زائدا الجريد ريزيستنس وهي المعادلة الأولى، أو الرولينج ريزيستنس ناقص الجريد أسيستنس المعادلة الثانية حسب اتجاه الميل. في هذا المثال لدينا الجريد 4% ولدينا الرولينج ريزيستنس 100 باوند، والمطلوب أنه تمثيلها بالإفكتيف جريد أي أنه نحولها كلها إلى نسبة مئوية من الميل. الحل هنا هو أنه نحول الرولينج ريزيستنس اللي مقدارها 100 إلى نسبة من الجريد أي نقسمها على 20 باوند، راح يطلع عندنا الجريد 5%. والإفكتيف جريد إما أن يكون في حالة الصعود نجمع معاه الجريد ريزيستنس، فالخمسة زائد 4 راح تكون 9% توتال إفكتيف جريد، أو نطرح منها 4% إذا كان نزول الجريد ريزيستنس، فراح يكون 5-4 راح يكون 1% الإفكتيف جريد. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من المحاضرة 11، نلتقيكم بالجزء الثاني إن شاء الله.